بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة الذكرى السنوية 14 لتولي سموه مقاليد الحكم، وأعرب سمو رئيس الوزراء الموقر فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لسمو أمير الكويت بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.